اول حاجه العجينه، عندي كيلو من الدقيق. الدقيق اللي بنستخدمه للعجينه بتاعه البيتزا، العجين الدقيق جميع الاغراض من السوبر ماركت، او دقيق البيتزا برضو من السوبر ماركت. لقيتوا دقيق البيتزا هاتوه، ما لقيتوهوش هاتوا جميع الاغراض. عندي 20 جرام من الخميره الفوريه، 30 جرام من السكر، 10 جرام من الملح، 600 ملي من الميه الدافيه، 15 ملي من زيت الزيتون او زيت الذره لو انتم مش عايزين زيت زيتون. الاضافات توم بودره وبصل بودره وزعتر، دول حسب الرغبه رقم واحد. رقم اتنين، لو انا عايزه استخدم العجينه حلو وحادق يبقى هشيل التوابل. لو انا هستخدمها بس حادق حطوا التوابل، بنصحكم بيها هتدي طعم حلو جدا للبيتزا. عندي كمان دقيق سيمولينا او دقيق البسبوسه، وده للفرد للصينيه بس عشان بيخليها كريسبي وحلوه. الصوص عندي عصير طماطم، معجون طماطم او اللي هي صلصه الطماطم، ثوم بودره ثوم مفروم اسفه، بصل مفروم، ملح وفلفل، رشه سكر، زعتر وزيت. عايزين برضو تحطوا توم بودره وبصل بودره معاهم ماشي، عايزين تكتفوا بالمفروم ماشي، عايزين تكتفوا بالبودره ماشي، اللي متوفر عندنا هنعمله مفيش مشكله. اول حاجه هبدا بيها هي العجين. زي اي عجينه بحط كل المقادير الجافه في حته واحده، الدقيق عليه السكر عليه الخميره عليه الملح عليهم الزعتر عليهم الثوم البودره البصل البودرة، يتحطوا في العجان. سهلة وبسيطة ما فيهاش أي حاجة خالص أهو. أول حاجة بنزل عليهم بالزيت، أشغل العجان وهو شغال ببتدي أنزل المية واحدة واحدة. الكيلو بياخد المقدار بس أنا يعني هنزله واحدة واحدة برضو للاحتياط. بصوا العجينة بقت ازاي اهي، لمت على بعضها طرية وفي نفس الوقت ما بتلزقش في ايدي، يبقى انا المقدار بتاعي مظبوط. بس هي لسه خشنة، عايزة بقى اضيع التخشينة دي بان انا افضل اعجن فيها لمدة 10 دقايق. بعد ما تتعجن هجيب معلقة زيت واحدة هلف فيها العجينة واغطيها واسيبها تخمر لمدة ساعة في مكان دافي وضلمة. انا حطيت هنا زيت، هحط معاه البصل، والبصل ده انا مش عايزاه يغير لونه عشان ما يغيرش طعمه، عايزاه يدوبك بس ياخد ايه يدبل. هحط معاه ملح، هحط معاه فلفل اسود، هحط معاه زعتر، صلصة الطماطم اهو، واقلب كويس جدا، ادخل كله في بعضه تشويحه واحده، او منزله معلقه السكر، معلقه صغيره، معلقه شاي، وبعدين اقوم منزله عصير الطماطم ومش بكتر لاني مش عايزاه اقعد بقى استناه قد كده لحد ما ايه ما يتقل. عملت ايه هنا في الصينيه؟ حطيت دقيق السيمولينا اللي هو دقيق البسبوسه في الصينيه، وفردت عليها العجينه زي ما انتم شايفين في الصينيه الثانيه كده، وهنعمل واحده مع بعض دلوقتي. بس هو بمنتهى البساطه جوه الصينيه بفردها بايدي، بعدين بجيب معلقه وبحط الصوص. مش عايزه صوص يوصل للاطراف، والاطراف ممكن تحشوها بشويه جبنه وتقفلوا الاطراف عليها زي ما عملنا مع بعض قبل كده. الافكار بقى براحتكم خالص. ادي الصوص اهو.